السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال أصداء جريمة غدر التوأمين الداعشيين صالح وخالد بوالديهما فجر الجمعة ترخي بظلالها القاتمة على المجتمع، وما بين الذهول والصدمة والدعوات للتكاتف لاستئصال هذا الفكر الدموي الضال وما خلفه خلال عام من استهداف حتى أقرب المقربين، يجمع المراقبون على أن هذه الظاهرة الإرهابية الخطيرة تستهدف بنية المجتمع بل والأمة في أقوى حصونها وعناصرها ألا وهو الأسرة. وفي أخبار متداولة أن الداعشيين قتلا والدتهما بسبب رفضها سفرهما إلى سوريا، ومع اعتناقهما للفكر المتطرف آفة العصر ومرض والمرض الخبيث حقيقة. مع هذا طغت الكراهية وتصدر البغي والعدوان المشهد، وانهالت في شكل طعنات من التوأمين على والدتهما الستينية حتى قضت الأم هيلة العريني بطعنات الغدر من ولديها. عام كامل فصل بين الجريمة الأولى التي استهدف فيها القتلة المجرمون أقاربهم وبين العملية الأخيرة التي حدثت في الرياض ليلة الجمعة وأثارت موجة الغضب والاستهجان في كل أوساط المجتمع السعودي. ورغم أن استهداف الأقارب له أصل قديم منذ أيام القاعدة البائدة حينما استهدف أحد الإرهابيين خاله غدرا في استراحته في القصيم، إلا أن تصاعد وتيرة هذا النوع من الجرائم برز مع تغول فكر تنظيم داعش الإجرامي الذي لا يرقب ذمة ولا دينا في الأبرياء حتى وإن كانوا أخوالا أو أعماما، حتى وصل الأمر للأب والأم. جريمة الحمراء التي راحت ضحيتها الأم المغدورة ويرقد بسببها الشيخ وابنه في العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض لا تدلل فقط على مدى عمق الإجرام في هذا الفكر المجنون والجبان، بل تدلل أيضا على مدى انهيار المنظومة الأخلاقية للإرهابيين ومن يدعمونهم ويغذونهم. وكانت الشرارة بدأت في خميس مشيط قبل عام وفي رمضان أيضا حينما استهدف الإرهابي محمد الغامدي والده قبل أن يتمكن الأمن من قتله، وتبعتها بأيام قليلة حادثة أخرى حينما استهدف الإرهابي عبد الله الرشيد في الرياض خاله الذي رباه وأسكنه مع أمه وإخوانه عنده في بيته، ليتكرر المشهد بعدها وفي يوم العيد حينما استهدف سعد الجعفري وأخوه ابن عمهما وقتلاه غدرا وهو مكتوف اليدين في الشملي. وتكررت الحادثة حينما اجتمع الإرهابيون الستة وائل ومعتز ونايل وزاهر وسامي وإبراهيم الرشيدي لقتل قريبهم غدرا أيضا على أحد الطرق السريعة للقصيم في جماد الأول الماضي. ويأتي القبض على الإرهابيين خالد وصالح العريني ليؤكد مجددا على أن الله سبحانه لا يضيع دم المغدورين الآمنين، وأن الدولة ماضية في مكافحة هذا الفكر المتطرف ومواجهتهم بحزم وعزم، حيث تم قتل أو اعتقال كل هؤلاء المجرمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وللنقاش في هذه التغطية من برنامج مع الحدث الذي يتابع حيثيات ومستجدات الجريمة البشعة التي ارتكبها اثنان من منتسبي الفكر الضال بحق أقرب الناس لهما وأكثرهما إحسانا إليهما والديهما، ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور محمد بن مترك. مرحبا بك يا دكتور معنا في هذه الجلسة. أيضا معنا أستاذ، طبعا أستاذ الدكتور مترك أستاذ علم الاجتماع، أيضا معنا الدكتور عبد الله الرشود أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام وعميد مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام. مرحبا بك يا دكتور، حياك الله. أيضا أيها الأخوة معنا الأستاذ أحمد الطويان الكاتب في صحيفة الجزيرة، مرحبا بك يا معنا. الحديث حقيقة عن هذه الجريمة البشعة يأخذ أبعادا كثيرة. في هذا المشهد الأخير صورة أكثر إلاما وأكثر جرحا من الصور التي مرت سابقا وأشرنا لها في التقرير. لعل نبدأ معك دكتور عبد الله وأنت أيضا اليمين في هذه الجلسة الحوارية، يعني كيفية تجنيد أعضاء هذا التنظيم، يعني
إذا قلنا أنه نجح في أنهم يخترقوا الدائرة التربوية والأمنية الصغيرة حقيقة وهي الأسرة، أن يخترق هذا التنظيم ليخلق في داخل الدائرة الصغيرة هذا العداء وهذا الانشقاق وهذه الصورة البشعة من الجريمة. نريد أن نبدأ من هنا يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة بداية أشكر القناة الإخبارية على طرق هذا الموضوع ومناقشة الحقيقة، لأن موضوع جدير حقيقة بالمناقشة والبحث والدراسة، لأن موضوع حقيقة يهم المجتمع وموضوع حقيقة خطير. يعني كما ذكرت في بداية هذه الحلقة أن للأسف الشديد بدأ هذا التنظيم يعني يدخل داخل الأسرة ويتعدى ويعتدي على أقرب الأقربين لهم، وهذا خطر كبير ينذر حقيقة يعني أخطار بعيدة المدى. وبلا شك هؤلاء أصحاب الفكر الضال عندما ولله الحمد يعني الدولة وجهزة الأمن حاولت إقفال جميع هذه التنظيمات الإرهابية على مستوى التنظيم الجماعي، ويعني أيضا العمل على وجود يعني مداهمات استباقية لهؤلاء الجماعات قبل أن يعملوا يعني أعمالهم الإرهابية. هذا جعل هؤلاء التنظيميين أو أصحاب الفكر الضال لا يستطيعون بفكر جماعي أن يمارسوا أو يخططوا على مستوى المؤسسات وهكذا، فبدأوا يعني يعملون على شق يعني الأسر من أصحاب العقول الضعيفة، من أصحاب الأطفال الصغار الذين لا يفقهون شيئا، وبالتالي يجندونهم لخدمة أغراضهم وهم لا يدركون ولا يعرفون مدى خطورة هذا الشيء على أنفسهم وعلى أسرهم. فبدأوا يعني يدخلون داخل الأسر ويقتلون يعني أقرب الأقربين لهم. لا أحد يستطيع أن يتوقع هذا الشيء، أن يقتل الإنسان أمه أو يقتل أباه أو يقتل أخوه. إذا دكتور تشير أنت هنا دكتور إلى أنه أستاذ أحمد دكتور تشير إلى أنه كأنه يعني يقول أنه التوجه إلى الدائرة الأمنية الصغيرة دائرة الأسرة لتعميق الشرخ في هذه المكون المجتمعي الصغير هو أن هؤلاء لم تصبح متاحة لهم فرصة أنهم يمارسوا هذا العداء على شكل جماعي واستهداف المؤسسة الرسمية. أصبحوا يعني يستهدفون أقاربهم الأقربين لهم. نعم. سأعود لك دكتور في الجانب البعد النفسي لهذا الأمر، سأعود لك وأنت تخصص في هذا الجانب. لكن أستاذ أحمد يعني أيضا تتفق مع الدكتور في أنه فعلا أنه نتيجة للحصار الأمني، نتيجة للعمل الأمني المحكم جعلهم يتجهوا لإعداد هذه القذائف المجتمعية في الدوائر الصغيرة. تفضل. بلا شك، ولكن خلينا نبدأ من مسألة التجنيد. كيف بدأ التجنيد وكيف انتقل هذا الشاب من الحالة الطبيعية في داخل أسرته وبيته وتحول إلى قنبلة؟ هذه القنبلة ليست موجهة للمجتمع فقط، المجتمع الأسرة أسرته هي جزء من المجتمع، فهو ينعزل، هي مسألة عزل، يعزل هذا المجند من ارتباطه وانتمائه لأسرته ولدينه ولثقافته ولوطنه، ويصبح مجندا بكل حواسه وبكل طاقاته لخدمة تنظيم ولخدمة مجنده والمستفيد منه. هنا يعني نصف القضية نستطيع أن نفهم من خلالها، لأنه الآن عندما يخرج هذا الرجل أو هذا الشاب من دائرة الانتماء لأسرته ولوطنه ولمحيطه، فالكل عنده مكان استهداف ومرمى لقذائفه، فهو ينظر إلى أمه وإلى أبوه وإلى جيرانه وإلى أسرته على أنهم أعداء له، ومن يقف بوجهه سيفجر نفسه فيه تقربا إلى الله بزعمه. الغريب حتى المساجد، حتى المسجد نفسه، مسجد الحي يبتزله. هو يعتقد بأن الكفر موجود في داخل هذا الشخص، وأنه يقتل الكفر في داخله ولا يقتل الشخص. يعني لو تجي الآن تجلس مع
التوأمين الغادرين هذول اللي نعم. قاموا بفعلتهم الشنيعة سيقولون لا نحن والله نتقرب إلى الله فيما نفعل، ونحن قتلنا الكفر في هيلة، أمنا هيلة، ما قتلنا والله إحنا أمنا هيلة لأننا نكرهها أو أننا ضدها أو كذا. لا، هو مجند وفكرته كلها تقوم على أساس أنني أنصر أديني وأنصر ما أعتقد فيه. لا ننتقل دكتور محمد صحيح دكتور محمد، يعني أيضا ندخل الآن في البعد النفسي وسنعود لك دكتور عبد الله في الموضوع أيضا. يعني فكرة العزل فعلا، هذا عزل ليس مجرد العزل عن يعني أفراد المجتمع من حولك أو أفراد الحي أو أفراد المسجد، هذا عزل حتى في الانتماء الداخلي، يعني حتى في الانتماء الوجداني، يعني عزل حتى في علاقتك، علاقة الحب الأم والأب والبيت. يعني هنا كيف الأمر يبنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أحب أن أشكرك يا أستاذ مبارك على الاستضافة، وأشكر برنامج مع الحدث وقناة الأخبارية على تناول هذه المواضيع المهمة بصراحة اللي تمس مجتمعنا. وأرحب بضيوفك الكرماء، وأرحب أخواننا وأخواتنا السادة المشاهدين، أتمنى لهم حلقة مفيدة بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة لهذا الموضوع، أنت عارف المنظمات الإرهابية تشتغل على شيء مرة قوي، أقوى من الصواريخ وأقوى من أي شيء في العالم، اللي هو الفكر. إحنا عندنا قاعدة نفسية أن في دوليزم between mind and body، في علاقة متبادلة بين العقل والجسد، كيفما تفكر كيفما تسلك. إذا سلكت إذا فكرت بطريقة صح حتسلك بطريقة صح، إذا فكرت بطريقة خاطئة حتسلك بطريقة خاطئة. فهم اشتغلوا على الفكر، فبالتالي على أساس يحققوا أهدافهم صاروا يتقنصوا الشباب الصغار، وحنا دائما نسميها الفترة الحساسة اللي هي الكريتيكال بيريود، اللي هي فترة الطفولة والمراهقة وما بعدها، اللي هي فترة نمو التنظيم المعرفي أو الإدراكي. وصاروا يبثون فيها السموم والأفكار بحيث أنهم يسووا لهم غسيل مخ. في كثير ناس يقولوا لي كيف يعني غسيل مخ؟ ما احنا فاهمين ايش معنى غسيل مخ. غسيل مخ اني انا اقعد اعيد وازيد اعيد وازيد عليك بمعلومات وبفترات محددة، واقنعك فيها بان هذه المعلومات صح، حتى تنغسل تماما عقليتك وتصير ترى ان هذه المعلومات صح وغيرك خطا. يعني مثلا الاقناع، يعني مثلا لو اجيب لك كاسه مويه الان واقول لك ترى اقنعك فيها كل يوم بوسائل التواصل وبالاتصالات و ان هذه المويه لو شربتها تراك بتموت وترى خطا، ولو اقنعك فيها بعد فتره وانت صغير في العمر واقل نضج ممكن تقتنع، ويمكن مستحيل تشربها، بل بالعكس تقاتل انك ما تشربها. فهم يشتغلوا بهذه الطريقه، يعني الجماعات الارهابيه اساس بس يعني نكون احنا واعيين. دائما الناس تسالنا سحر وما سحر، يعني معليش خلينا ننضج، ما في شيء اسمه سحر. لكن الغريب دكتور تفتح رابط الغريب دكتور انه مختلف، يعني التجارب الشبابيه صح انها في اعمار معينه تحت العشرين، فوق العشرين بقليل في هذا المنطقة. لكن الغريب انه ان ان منهم من كان منحرفا ما كان سلوكه سيء، ومنهم من كان ملتزما، ومن يعني الرابط هنا المشترك بين هؤلاء الذي يجعل هذا الغسيل وهذه البرمجة تنجح، ما هو الرابط؟ أنا من وجهة نظري خصوصا من القضايا اللي أنت شفتوها، عامل السن اللي هو السن الصغير، دائما المراهقين والأطفال وطلاب الجامعات بعضهم وكذا، اللي هم ما وصلوا إلى مرحلة النضج والتنظيم الإدراكي وما اكتملت شخصيتهم، تصير التأثير عليهم قوي. ببساطة احنا عندنا النظريات النفسية دائما ندرسها لطلاب الدراسات العليا وغيرها، نقول لازم الأم والأب يركزوا كثير على مرحلة الطفولة والمراهقة، يغرسوا فيهم المفاهيم النفسية والقيم الجيدة والقيم الإسلامية الصحيحة في مرحلة الطفولة والمراهقة عشان تتشكل شخصيته بعدين. هم يشتغلوا عليها بعد ذلك دكتور. نعم. معلش يا استاذ ما دام انت قلت دكتور بحكم النقطه دي تحديدا، هل نحن بحاجه فعلا ان نعلم ابنائنا مبكرا فعلا هذا التغير النفسي وهذه التكوينات النفسيه فعلا من منطلق الحصانه؟ احنا لا ندرس الا علم النفس الا في الجامعات، يعني وفي مسارات معينه، يعني هل هذا اصبح ضروره فعلا؟ نعم الاستاذ الدكتور محمد حقيقه ذكر يعني كلام جميل فيما يتعلق بغسيل العقل وتطويع هؤلاء الشباب لصالحهم. حقيقه هذه أنا بتصوري اللي هو الآن القضية الإهمال الأسري، وترك حقيقة الأطفال يلعبون بوسائل التواصل بشكل يعني يكون في نوع من الإدمان دون مراقبة. وهؤلاء أصحاب الفكر الضال يستغلون هذه الوسائل كما ذكر برسائل دائما مباشرة، حتى يعني يرسخ في ذهن هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال هذا الفكر، وبالتالي يستطيعون أن يطوعونهم لصالحهم. وبالتالي يعني أنا في تصوري ينبغي على الأسرة أن تتابع وتراقب أبنائها عند استخدامهم لهذه الوسائل التواصل بشكل يعني مستمر ودائم.
هذا الجانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بالفقدان الحقيقة الحوار الأسري بين الأبناء، وعدم أيضا إعطاهم فرصة للحوار والنقاش، يعني الجانب العاطفي مهم جدا في هذا الجانب. نجد هناك في حقيقة جفاء عاطفي بين الأبناء وأباهم، فيعني هؤلاء الأبناء يذهبون إلى أشخاص يجدون هذا لديهم تشجيع تحفيز. بعضهم متخصصون، تخرجوا من الجامعات، بعضهم أطباء، بعضهم مهندسون. هؤلاء يعني الأمر أحسنت يعني أحسنت أيه. أنت ذكرتني بنقطة، هؤلاء فقدوا المرحلة الأولى من الأساس الطفولة، لم يتربوا بشكل سليم، وبالتالي يعني عندما يفتقد الإنسان هذه المرحلة الأساس حتى لو أنه كان كبير سيتأثر، لأن المرحلة الأساس اللي من السنة الأولى حتى السنة الخمس سنوات هي التي تكون شخصية هذا الإنسان، وبالتالي حتى أصحاب هؤلاء العقول الآن اللي تذكر بأنهم كبار وهكذا، لا هم تأثروا من السابق، وبالتالي أصبح لديهم قابلية لتغيير سلوكهم للاندماج في هذه الأفكار. هل ترى دكتور أنه من التحصين من تحصين أبنائنا، طبعا أبدأ أنتقلك سيد أحمد، يعني هل ترى أنه من الضرورة اليوم تحصين أبنائنا فعلا، أن نعلمهم فعلا تكويناتهم هم ونقاط الضعف لديهم والثغرات التي في تكوين الإنسان نفسه التي ممكن يستغلها العدو؟ دكتور أشار دكتور محمد إلى, 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 إلى نوافذ نفسية معينة صحيح. ممكن يستغلها الآخرون ويحول السلوك وفق هذه الأفكار. هل نحن فعلا بحاجة إلى أن نعيد النظر فعلا في تغذية وتربية وحصانة التكوينات النفسية اللي عند أبنائنا، طبيعة المواطن السعودي الشاب السعودي؟ البناء هو المهم، البناء المتزن، ليس مطلوبا من رب الأسرة أن يكون على مستوى ثقافي عالي علشان يعطي أبنائه والله دروس ومواعظ أو يدخل في التركيب المعقد لشخصياتهم ويتعامل معها، ولا هو مطلوب أيضا من وسائل الإعلام ولا حتى من المدارس ولا من الجهات اللي تتعامل بشكل مباشر مع النشء أن يكونوا بالشكل المثالي وبالخطاب المقعر البعيد عن المرحلة العمرية التي يعيشها الطفل. فقط المطلوب البناء المتزن. أعتقد الدكتور أشار لنقطة مهمة جدا، وهي الأسرة، كيف الأسرة تتعايش مع بعض، كيف يكون فيها جو بعيد عن المؤثرات الخارجية، وأن يكون رب الأسرة حضن دافئ لأبنائه ويأخذ منهم مثلا ما يتعرض له الابن مثلا من إشكال فكري، يعني احنا نسميه إشكال فكري بلغة الكبار، ولكن الصغار قد تستشكل عليهم بعض الأمور بتساؤلات معينة يبغى يروح يسأل عنها حتى لو كانت تساؤلات دينية. هذا دور رب الأسرة في الأساس. النقطة الثانية، الآن لما نجي نشوف احنا الفئة العمرية اللي بتقوم بهذه الأعمال للأسف الشديد، يعني هذول الاثنين مولودين في 1417، يعني في فترة يعني أعتقد 17 مواليد 1417 أعمارهم 20 على 20 سنة و19 سنة، يمكن هم ما مروا بظروف اللي مرت فيها يمكن فئات أخرى حتى يمكن تنظيم القاعدة. هذا تباين أستاذ أحمد. نعم. يعني هذا نفس الشيء، يعني التباين في العمر، نعم. التباين في التأهيل الدراسي، التباين في الحالة الاجتماعية والحقيقة. يعني هؤلاء درسوا أو هذان درسا في مدارس من يعني أجمل مدارس الرياض ومن أفضل مدارس الرياض. مستوى اجتماعي ترى راقي. مستوى اجتماعي. الحي والسكن الذي يسكنان فيه، الأسرة التي يعيشون معها، حياتهم الاجتماعية حتى في مظهرهم وفي شكلهم أيضا واضح أنهم يعيشون حياة. لكنهم يشتركون في صفة واحدة. اللي هو الجهل. الجهل هي النقطة الجهل. بس عندي حاجة اللي هي القابلية للتعصب، القابلية للتطرف. من الأساتذة نشأ. الأساتذة ممكن ينفعونا في هذه القصة. من أين نشأ الدكتور هذه القابلية؟ يعني الفطرية أم أنها نتيجة يعني مولودة نتيجة ظروف معينة؟ طبعا هي ما هي فطرية، بس بما أن الناس تتابعنا في التلفزيون ففرصة أن نعطيهم بعض الأساليب التنشئة الأسرية الخاطئة اللي تسبب الانحراف. جيد. وبعض الأمهات والآباء الآن في البيوت ترى ما يدرون وهم يمارسونها بس بشكل متفاوت. يعني من ضمن أساليب التنشئة الأسرية الخاطئة اللي احنا نحذر منها دائما في علم النفس وندرسها، اللي هو أسلوب التنشئة الأسرية الريجكتينج، الرفض. راح هناك مش من قدامي، لا تقعد معي، وما أدري
هذا خطأ. بعدين تفهم الآن ما تفهم بعدين أيوة تفهم مرة على مرة أسبوع على أسبوع بيتأثر بيدور غيرك. أسلوب التنشئة الأسرية القائم على المطالب الزائدة إحنا نسميه أوفر ديماندينج. لازم تجيب الأولى ولازم تدخل كلية الطب ولازم ولازم أخليه عبء فيه بشكل هذا. أسلوب التنشئة الأسرية القائم على الإهمال ما أعنف ولا شيء، بس أنا في الاستراحة وفي الدوام مداوم وفي الصباح مداوم والأم في السوق مدري وينها ولا ندري عنها، فبالتالي هم تحكيم المستقبل يا دكتور. أيوة. أيضا تحكيم المستقبل هذا أيضا نعم مشكلة ويوم على يوم أسبوع على أسبوع كل هذا أسلوب تنشئة أسرية خاطئة، حيضطر الابن أو البنت إلى أنه يلقى أحد يهتم فيه يا نت يا ما نت يا زملاء يا ناس، وفي تعلم خطير جدا والناس هذه الفئات الإرهابية هي اللي قاعدة تتعلم في احنا نسميه observation learning or modeling learning اللي هو التعلم عبر النمذجة. النمذجة التعلم عبر النمذجة هم نموذج نعم يضعون لنفسهم نموذج بالإنترنت بمواقع التواصل بالتلفزيون بأي مكان بوسائل التواصل يضع له نموذج، وهذا يكون النموذج يمكن خاطئ ويصير يقلده يصير يتبنى أفكاره يتبنى سلوكياته يسوي كل الأشياء هذه الخاطئة حقته، فبالتالي تصير سلوكياته خاطئة. فلازم الوالدين والآباء ومن يقومون مقامهم بصراحة أن يعتمدوا على أسلوب التنشئة الأسرية الصحيح اللي هو حب وتقبل الإبن والبنت. أنا أحبك وأتقبلك ولكن ما أتقبل سلوكك إذا كان غير مرغوب، أنا أحبك كابني كبنتي وأحب سلوكك إذا كان مرغوب بس ما أتقبل سلوكك إذا كان غير مرغوب. ثاني يا أخي خلينا نكون واقعيين، إذا إحنا نبغى أبنائنا وبناتنا يطلعون صح خلنا نجلس في البيت ونحط القيم الكويسة اللي حنا نبغى نغرسها في أبنائنا وبناتنا ونقضي معهم وقت فيها نبحثها معهم نبحث. يعني أنا أبغى ابني مثلا ما يسرح يعني ما يفحط يكون صادق ما يدخن ما 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 أشتغل عليها أنا والأم أحددها وأفرغ نفسي أي شيء في هذه الدنيا بإذن الله إذا أعطيتها يعطيك. يظهر دكتور في 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 بالإضافة إلى الأسباب يعني ممكن أنا معي الدكتور فهد الشليمي على أيضا معنا من الكويت، بس اسمحوا لي أخذ الآلي أنتظر الدكتور فهد الشليمي معنا مباشرة من الكويت. مرحبا بك يا دكتور فهد معنا في هذه المتابعات. مرحبا فيك أخوي مبارك وبضيوفك الكرام وأمتعونا بمعلوماتهم الجيدة. دكتور يعني هناك ملمح معين في هذه الوقائع يعني تعميق الجرح يعني تستهدف حتى في القضايا أو الإرهابية التي تعمل على المذهبية دائما يعني تركز على الأماكن الحساسة للناس، علاقات الناس، أقرباء الناس، معابد الناس، والآن تصل أيضا إلى دائرة الأسرة وهي الرباط يعني المقدس في المجتمع. يعني هل ثمة شبه يعني أو تخطيط بين هاتين الصورتين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك مرة ثانية وبضيوفك الكرام أخوي مبارك، وبس خليني أقولكم لا تجلدون أنفسكم أكثر من اللازم. المملكة العربية السعودية يعني عملت مجهود كبير بصراحة في مقاومة الإرهاب سواء على الطريقة الفكرية، وأنا شخصيا شفت أحد النماذج اللي موجودة مركز محمد بن نايف للمناصحة بالإضافة إلى البرامج، هذا برنامجكم جزء من التوعية الموجودة. هذه تحدث في كل المجتمعات. أنا أعطيك مثال الحادث اللي صار في فلوريدا على مرقص الشاذين، هذا يقول لك أفغاني وعلى أبو أنه يعني له مشكلة معهم أو تبنى فكر معين وراح قتل الناس. الحادث الإرهاب اللي في فرنسا ما كانوا عندنا في السعودية عشان مناهج، هم عايشين في فرنسا وعملوا هذه لوثاء، وفي بلجيكا وعندنا في الكويت البارح واحد نحر أخوه الله يكفينا الشر الفجر، نسأل الله يعني أن يصبر أبوه وأمه وعائلتهم. يعني الشاهد أن هذه المشاهدات موجودة، لكن أنا أعتقد في رأيي كمراقب أن في نجاحات، المجتمع نجح بدليل أن صراحة الكل رافض، حتى الأسر صار عندها ثقافة، حتى في المسلسلات شاهدنا التوعية اللي الموجودة من خلال المسلسلات الخاصة اللي طلعت، الإخوان الدكاترة الأفاضل، أيضا حتى المواطن السعودي يعرف تماما. هذه نماذج تحدث في كل مجتمع، لكن اللي يميز النجاح
أن المملكة العربية السعودية والكويت أول شيء استطاعوا أن يحدوا من أعداد الناس، استطاعوا أنهم يقللوا من تأثيرات هذه العناصر سواء على مكافحة أمنية. الآن المكافحة الفكرية، السبب الوحيد لوجود هؤلاء الأشخاص أن نحن بدأنا في أسلوب المكافحة متأخرين، فهذا هو القرص الأخير اللي راح يطلع منهم، وبالتالي إن شاء الله الأجيال القادمة الشباب اللي عمره 16 وهو صاعد الآن في تصحيح لهذه المنظومة السيئة اللي كانت تبث أفكار الشباب. المطلوب كالتالي، أنا كمتخصص في الأمن أنا أريد أعرف من جند هذا الشاب، مع من احتك هذا الشاب، وين كان يصلي هذا الشاب، من اللي تعامل معه، من اللي سهل له، كم عدد اتصالاته التليفونية، من هو اللي كان يتصل فيه، وين كان غيابه خلال السنتين اللي انقطع عن الدراسة. هذه معلومات مهمة، بالتالي نستطيع أن نمسك المجند اللي يسوي لهم ريكروتمنت، هذا اللي قاعد يستقلهم. وإذا سمحت لي بس نقطة أخيرة، أنا ما سمحت صوتكم، لكن لا نستطيع أن نمنع عيالنا من الموبايل. يعني أحد الأخوان الدكاترة يقول الأسرة، صحيح، لكن ترى بعد الساعة 12 بالليل لما يروح غرفة الموبايل معاه من الساعة 12 إلى الساعة 6 صباحا، يعني حتى لو جلست معاه 6 ساعات ما تقدر. بالتالي إحنا يجب أن نراهن على المدارس، المدرس والمدرسة اللي موجودين. نعم دكتور، هو يقعد الطالب في المدرسة. دكتور فهد اسمح لي، دكتور فهد اسمح لي، اسمح لي دكتور فهد، نخلق بيئة معادية للإرهاب. اسمح لي دكتور فهد، كان من الأسئلة التي وجهت لضيفي إلى الوالدين أنهم يتحدثون معه ويكلمونه. اسمح لي دكتور، يعني كان من الأسئلة التي يعني تحدث عنها ضيوفي هنا في الاستوديو، أنه الاستهداف الدائرة الصغيرة الأسرية يعطي مؤشر فعلا على عدم التمكن فعلا من 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 استهداف الدوائر الرئيسيه الكبيره الامنيه الكبيره والمؤسسات الحكوميه، وهذا يدل فعلا على انه العمل الامني، وانت رجل ايضا امني، انه العمل الامني نجح فعلا، وهذا يؤكد الكلام الذي اشرت اليه انت الان. صحيح أخوي مبارك، أيضا ترى حتى الأسر، أنا ترى زرت 6 محافظات في السعودية في زيارتي الأخيرة، ونجلس بالمجالس وبالدواوين. الناس أصبح عندها ثقافة، أصبح عندها ثقافة نبذ الإرهاب والتطرف والتكفير، وحتى مسؤولينكم يتحدثون في هذا الموضوع، وحتى في الكويت الآن موجود، وفي الإمارات وفي كل مكان الناس والعوائل عندها، حتى الشاب أو الشايب اللي ما يعرف أصبح يدرك ويقول المصطلحات اللي يمررها لها الإعلام، البرومو الإعلامي اللي نقدمه. أنا أعتقد لا يجب أن نلوم أنفسنا أكثر، هذا شيء موجود ويجب أن نتعامل معه، لكن هذا نادر الحدوث، جريمة بشعة، صحيح نطاق الأسرة الضيقة، لأنه لم يستطع الحقيقة أن يتحرك في نطاق أكبر. ليش؟ لأن المجتمع رافض هذا الموضوع، ما استطاع أن يأخذ معاه 10 أو 20 أو 8 أو 15 وياه، ما استطاع إلا بس هو وأخوه فقط. وبالتالي أنا أعتقد فيه مؤشرات لتضاؤل الفكر المتطرف. المطلوب هو القضاء على مروجي هذا الفكر المتطرف سواء في الداخل أو الخارج. كيف نعمله في الخارج؟ بالتوعية اللي تفضلوا فيها الدكاترة، وأنا أركز على الأم وعلى المدرسة. في الداخل الإجراءات الأمنية، التوعية، إمام المسجد، أهل الحي، العمدة، كبير العائلة، هذه كلها أمور الدولة تحدثت عنها كثير. وأيضا أعتقد أن التعامل الأمني راقي في السعودية، جدا راقي. نعم. أنا نعم دكتور، موجود. نعم دكتور، تعاملهم راقي بالعكس. نعم. فأنا أقول هذه نجاحات. نعم. لا يجب أن نقفل عنها ونقول والله هم صحيح ضربوا الأسرة، لأنهم لم يستطيعوا أن يضربوا المجتمع. نعم. أو يضربوا الجيران. صحيح. أو معك يضربوا دكتور الأمن. سأعود لك إن شاء الله. أنا أريد في الواقع أن نقترب من مسرح الجريمة، من المشهد نفسه، من البشاعة، بشاعة المشهد، يعني الفاعل الأبناء والمقتول الأم والأب والأخ، وحتى تنفيذ الجريمة كان بشعا. يعني أنا أريد فعلا أن نقف عند هذه الصورة ونتحدث عنها. تفضل يا دكتور. في البداية قبل ما أعلق على النقطة هذه، أنا أشكر الدكتور فهد على تعليقه ومداخلته القيمة،
وأتفق معاه بأن الحمد لله رجال الأمن عندنا جزاهم الله خير وفي جميع دول الخليج قاعدين يقومون بمسؤوليتهم. بالعكس من هذا المنبر أنا أشكر ولي العهد صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن نايف والجنود العظماء والجهاز الأمني بأن استطاع فعلا بوقت سريع السيطرة على هذا الموضوع وأشكرهم كثير وأسأل الله أن يديم الأمن والأمان علينا. ولكن أختلف معاه في نقطة قبل ما أنتقل للجريمة هذه. إحنا ما إحنا قاعدين نجلد ذواتنا، احنا قاعدين نرشد ونوجه ونوعي صحيح المجتمع. صحيح نناقش ظاهره على اساس ان يا ناس انتبهوا ترى في خلل في الاسر وفي المدارس وغيرها. بالنسبه لي هذه الجريمه انا من وجهه نظري من خلال انا ادري ان الاضطرابات النفسيه عندنا السيكولوجيكال ديس اوردر اللي هي الاضطرابات النفسيه زي الشخصيه العدوانيه تؤثر على سلوك الافراد نعم وتسبب الجرائم في ظل ظروف معينه اللي هي سيكوباتيك بيرسوناليتي الشخصيه المضاده للمجتمع انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر ايضا هذه تسبب السلوك الاجرامي في ظل ظروف معينه انا اتفق. بس من وجهه نظري في ضمن المعلومات المتاحه اللي انا شفتها في التقرير هنا هذول ما اعتقد انهم عندهم اضطرابات نفسيه. اللي أرى أنا أن هذولا أعتقد بسبب أنه صعب أنه يجي الواحد اضطراب نفسي أو مرض نفسي للاثنين. هذا واحد مخطط لها دكتور مخطط لها ومرتبة وتنفذ بدقة يتبع تنظيم إرهابي يتبع تنظيم إرهابي وهذا ما أشارت عليه التعقيدات المبدئية للجهات الأمنية. قد يكونوا يتعاطون مخدرات ويتعاطون أشياء معينة ما يظهر في مظهرهم أنهم يتعاملون بمخدرات السلوكيات يظهر أنهم ملتزمون في مظهرهم يعني مظهرهم نعم ما أعتقد لأنه حتى لو كان في اضطراب نفسي ما أعتقد الاثنين مع بعض وحتى لو كانوا اثنين ما اعتقد انهم اثنين بنفس درجة القوة درجة الاضطراب. نعم استاذ احمد تضيف على هذه النقطة فعلا البشاعة نريد ان نقف عند هذه البشاعة. انا اود ان اؤكد في البداية على اننا لا نجلد ذواتنا. نحن بخير نحن بخير نحن بخير يا دكتور فهد ونعرف قال انه الحدث عالمي واستشهد بقضية نعرف جيدا بشاعة هذا الأمر الذي يحصل وهناك ثقافة لنبذ الإرهاب ونبذ العنف في المملكة العربية السعودية موجودة وتنمو وتكبر وكل ما جاءنا من أفكار ومن مشكلات ومن بلاوي هي مشكلات استخبارية هي أعمال استخبارية لم ينتجها المجتمع السعودي. المجتمع السعودي لم ينتج الإرهاب. المجتمع السعودي لم يتبنى الإرهاب. هؤلاء مجندين من الخارج لضربنا. جندوا على أي أساس؟ هنا لازم نحن نفكر ونقول أنه نعترف بأن هناك خلل. الخلل هذا استثمر من جهات خارجية. الاستثمار هذا ولد مجموعات أو أنشأ مجموعات متطرفة لديها هذه العدوانية الشديدة ضد المجتمع ضد الدولة في المقام الأول وتكفر وتستبيح الدماء واستباحت حتى يمكن أنا أعتقد لو أحاور الشخص اللي الغادر هذا الإرهابي بيقول لك إنه والله المرشد الديني حقي أو الشخص الذي وجهني وأعطاني السماح بالقيام بهذه الفعلة قال اذهب إلى سوريا وإن منعتك أمك اقتلها حيقول لك هذا كلام. هنا أعطاه هنا دورنا هنا الدور الآن يصبح البحث عن من الذي يقول له هذا الكلام. هذه نقطة يا أستاذ مبارك هذه نقطة من ناحية أنه المجندين هناك إرهابيين باللون الأسود نعرفهم كلنا ونشوفهم وأنا بأتكلم بلغة عامية اسمح لي أستاذ مبارك واسمحوا للدكاترة خلي الناس تفهم خلي نتكلم بلغة الناس بلغة المجالس خلي الناس تعرف إيش المشكلة وإيش اللي حاصل. الكلام الأكاديمي الزايد عن حده ما وصل للناس طول هالعشر سنين اللي راحت فحنا خلينا نخاطبهم من القلب للقلب جيد. ونقول لهم يا جماعة الخير اللي حصل عندنا الآن في الجريمة النكراء التي حصلت هذه نتيجة لشيء كبير جدا حنا غفلنا عنه وما شفناه وخلينا المسألة تكبر ولم نقف عليها بجدية ونحاربها بحق. نحن نرى الأسود لكننا نغفل اللون الرمادي. اللون الرمادي هذا أشد خطرا وسوءا على المجتمع السعودي. هناك من يقول لك نعم لا تذهب إلى سوريا لا تذهب إلى العراق لا تروحون يا عيالي لا تروحون لسوريا لا تروحون للعراق ولكنهم يقتلون
ويدمرون، وهذا الفئة الفلانية تعمل فيهم كذا، والفئة الفلانية تعمل فيهم كذا، يعني بشكل مبطن يقول لك اطلع وانطلق وانفر لتجاهد مع أخوانك، وهو يقول لك بالأخير ويكتب في تويتر بالعكس أنا ضد هذا الكلام. إذن منهج رمادي، المنهج الرمادي هو الذي يجب أن نواجهه. نعم بس دكتور في هذه النقطة دكتور أيضا أسلوب غير مباشر يعني نعم. بالتأثير على هؤلاء الناس يعني إنه يجيب مثلا الناس يقتلون وهكذا وأخوانكم ضعفاء، هذا الإعلام، هذه لغة الإعلام دكتور هذا المشهد الإعلامي أصلا حتى لو يعني ليس حديث الناس هو حديث الإعلام أيضا. صحيح، لكن اللي أنا ودي أقوله حقيقة في ظل الأسباب اللي ذكرها الدكتور محمد حقيقة اللي قضية النقد، النقد الغير منطقي، النقد السلبي مثلا للجهات الحكومية، أجهزة الأمن، لأجهزة الحكومية وهكذا، يولد عداء لهؤلاء الشباب اتجاه حكوماتهم، وبالتالي قد يعني يكون سببا في اعتناق مثل هذا الفكر لدى هؤلاء الشباب. ايضا بالاضافه الى يعني العنف، عنف الاسري، العنف الاسري اللي يستخدم من قبل الاباء والامهات وهكذا اتجاه ابنائهم قد يولد مثل هذا العداء اتجاه مجتمعهم اتجاه الاخر. اصحاب هذا الفكر ليس غريب عليهم هذه الحادثه على وقت الصحابه، قتلوا ابو عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، يعني هذا الشيء موجود لديهم دكتور ويتقربون فيه الى الله عز وجل، وهذا جهل يعني. لكن دكتور عفوا المقاطعه، السؤال المهم الان يعني هذه الجريمه ما خططت في ساعه ونفذت بعد ساعه، يعني هذا التشكل لهذا الفكر وهذا التخطيط هذا اخذ له فتره طويله زمنيه. هنا يعني اين احساس الاهل؟ اين النبهة الاسرة؟ اين يعني قراءة المستجدات؟ اين يعني هذه اشكاليه، هذه من علامات اعتناق هذا الفكر الضال لقضيه الذهاب لسوريا. يعني تنبهت الاسره لهذا الشيء، هذا واحد، هذا لكن واحد الان مشكله انه يعني يتشكل داخل الاسره ثم يرتكب جريمه داخل الاسره، هذا واحد من المؤشرات المفروض، هذه لا تحدث في ليله، تحتاج وقت. اين منها كاسر يعني المفروض الاسره تتدخل بشكل سريع وتذهب للجهات المختصه، وهناك مختصين قد يرشدون هؤلاء الشباب قبل ان تحدث مشكله. يعني جلوس يعني خوفا على هؤلاء الشباب من دخول السجن او المناصحه وهكذا هذا خطا كبير. ينبغي إذا كانت هناك في مؤشرات أو دلالات على وجود اعتناق مثل هذا الفكر المفروض يبادرون بشكل، ما زالت المؤشرات بعيدة الآن، الناس لا يفهمون هذه المؤشرات، لا يتحدث عنها لكن الناس لا يتنبهون لها الآن في الأسر. أنا مو قد يكون خيط رفيع يمكن نعم يعني لازم يكون في، لازم يكون في توعية للأسر ما هي المؤشرات الدالة على اعتناق مثل هذا الفكر الضال، وبالتالي مساعدة هؤلاء الشباب قبل أن تحدث المشكلة. أكيد المشاهد الآن يقول هذا الدكتور عبد الله مختص بهذا، أعطنا ما هي، خلنا نذكر جزءا منها الآن في جلساتنا للناس، قلت نبهوا لي كذا 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 هذه المؤشرات. يعني مثلا التكفير الناس، تكفير العلماء، النقد السلبي للجهات الحكومية، عداء رجال الأمن، هذه دكتور هي اللي اشتغل عليها الإعلام من فترة لمعالجتها وأيضا الوعظ استهدفت، هذه الأشياء التي ذكرتها، لكن يبدو أن هناك أيضا أشياء أخرى سريعة التأثير ومخيفة. يعني هذه أشياء من الأسباب نذكرها، ولكن المفروض تكون هناك جهات للتدخل السريع مع مثل هذه الحالات. عندما توجد مثلا هناك اشتباه لبعض الأصحاب الفكر الضال، المفروض يعني يتصلون بها ويكون هناك في علاج تأهيلي لهؤلاء الشباب. أنا حقيقة أنا حاضر في مركز الأمير محمد بن نايف ويؤدي جهود حقيقة جبارة وعظيمة في تأهيل ورعاية هؤلاء أصحاب الفكر الضال وهم صغار السن. يحتاجون دكتور محمد يضيف أيضا هذه النقطة، سأعود لك فيما يتعلق بالجانب الواقعي. أستاذ أحمد أنت تحدثنا بعيد عن اللغة المثالية واللغة الأكاديمية كما تفضلت قبل قليل، أعود للأكاديميين يعني لكن أسمع دكتور محمد الآن. بداية أشكرك أستاذ مبارك على السؤال المهم هذا، أنه وش العلامات والمؤشرات للأسر من خلالها تعرف يعني أنه هذا ابني ممكن تبنى فكر ضال. طبعا أضيف للي قالها لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله للأشياء اللي قالها، أضيف في أشياء معينة زي مثلا واحد التذبذب العاطفي احنا نسميه في علم النفس، تلقاه مره يزعل مره ومره بعض الاحيان يرضى، مره يرتخي مره ومره يشدد مره، هذا يبينا ننتبه
الأم والأب إذا شافوا الابن برضه صار عنده انطوائية انعزالية، جالس في غرفته مقفل على نفسه، مقفل على أغراضه، لا حد يشوف، لا حد يدري، لا حد ما أدري إيش. برضه الأم والأب لازم ينتبهوا لهذه النقطة ويعرفوا إيش الأسباب وإيش. مو إنه الأم والأب يصيروا محققين، لا، بس يعني إذا استشفوا زي الأشياء هذه، زي ما تفضل الأستاذ الدكتور عبد الله، إنه يروح مثلا للمراكز، يروح للأخصائيين النفسيين الاجتماعيين، الجهات الدولة، الجهات الحكومية تخدمهم، مراكز الإدمان، مراكز العلاج النفسي، مراكز الإرشاد الأسري، مليانة عندنا في المملكة ما شاء الله وفي كل دول الخليج. لكن دكتور يلجأوا المساعدة. عفوا دكتور المقاطعة، لكن خاصة هذه الأحداث اللي تحصل في الدوائر الأسرية تحدث بشكل سريع جدا في وقت قصير جدا، هل هذا هو نتيجة للمخطط المستهدف الذي يعمل خلفهم انه فعلا يعني يستعجل فعلا الـ يعني التجهيز والتنفيذ، صحيح، ام انه في طبيعتها الاشياء؟ يعني احنا نلاحظ فعلا يمكن البيئة ما تسمح لك انك تاخذ وقت طويل، يعني صحيح ممكن تنكشف. أنا طبعاً إحنا زي ما الله قال سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا ما ألوم الأم والأب، ما ألومهم صراحة، بس يعني معليش يعني خلينا نفكر شوي. الأسرة طول السنوات هذه وانت قاعدة تشكل في هالابن والبنت وتربيه وتعلمه وتكبره وتشكل شخصيته، وبعدين لما يجي يرتكب سلوك إجرامي أو شيء تقول لا أنا مالي دخل، أنا مالي علاقة، أنا مالي، طب وينك الفترة اللي راحت؟ معليش انا ما الوم الام والاب يعني او احملهم مسؤوليه، بس معليش خلينا نوقف شوي. الاسر مسؤوله. في بعض الاباء والامهات تقول يا اخي ما نعرف، طب ما تعرف تعلم، اقرا، ابحث، تابع زي هذه البرامج، ادخل في النت، اقرا في الجرايد، مر مراكز تعلم. وبعضهم يعرف، ترى الكلام هذا اللي نقوله، ترى الكلام هذا اللي نقوله بعضهم يعرف، نعم، بس للاسف ما يطبق. انت تحدث عن اقرا وتابع الاعلام وكذا، احنا معنا الاستاذ علي الموسى ونساله السؤال الذي يتعلق بالاعلام. سعود لك استاذ احمد. استاذ علي الموسى مرحبا بك معنا في هذه الحلقه مع الحدث. تسمعني استاذ علي؟ دكتور نعم علي، مساء الخير لكم جميعا ولكل الاخوه المشاهدين والمستمعين. ماذا عن الطرح الإعلامي دكتور في هذه الفترة؟ يعني نحن لنا تجربة طويلة، وتحدث عنها دكتور فهد الشليم وتحدث عنها ضيوفنا، يعني هل نحن بحاجة فعلا لنغير استراتيجيتنا الإعلامية في التناول؟ هل ما يحدث طرح إعلامي ناقص قاصر، طرح إعلامي لم يستطع حتى هذه اللحظة إلا أن يجامل على الحدث. ستكون مداخلتي معكم قصيرة بسبب ظرفي الذي يعرفه الإخوة معدي البرنامج. لماذا قاصرة وضعيفة ما دام الوقت قصير حتى نستفيد منك؟ لأننا نجامل ونكذب على أنفسنا ونجامل على الواقع. أحد الإخوة الكرام يقول أن هذا استهداف خارجي، وهذا تضليل وتسويف وتسويد للمشكلة. المشكلة بالأساس هي مشكلة داخلية. دعوني أقول لكم أو أشرح للإخوة المشاهدين ولكم في البرنامج ما يلي. إمام المسجد الذي تمت حوله الجريمة لا يبعد المسجد سوى ما يقرب من 54 مترا من بيت الجريمة، وله تغريدات سابقة فاضحة سوداء أستطيع أن أقول بكل جلاء أنها تكفير. دعنا نتحدث يا دكتور دعنا نتحدث عن الفكر وليس عن الأشخاص، لسنا بصدد الأشخاص يا أستاذ، خلنا نتحدث عن الفكر. الفكر مورده الأشخاص، لكن لا تشخصه، لا تأتي بالأسماء. أعطينا. أنا لن أشخص المشكلة. نعم تفضل دكتور. ولكن ما يؤسفني أنه بعد كل هذه التغريدات وبعد كل هذه الإيحاءات الفاضحة الواضحة أنه لا زال إماما لمسجد الحارة وإماما لمسجد واحد من أكبر مساجد الرياض، وأنا لا أشخص هذه المشكلة. دكتور هذا ليس موضوعنا هذا الأشخاص، نريد حقيقة كيف يمكننا فعلا أن يتواكب إعلامنا في طرحه، وهذا السؤال الذي وجهته لك حتى أستفيد منك في هذه الدقائق القصيرة معك، كيف يمكننا أن نرتقي بإعلامنا فعلا ليصبح مثمرا؟ أن يشخص المشكلة بالتحديد، هل هي مشكلة داخلية أم مشكلة مستوردة؟ جيد جميل، وماذا؟ أنا أقول أنها مشكلة داخلية، نعم، تنبع من داخل الخطاب الداخلي. وأنا واضح صريح، أنا لا يعني نحن لا يجب أن نحمل أطرافا خارجية مسؤولية ما يحدث في داخلنا. قبل أن أتدخل مع هذا الإحصاء وجدت أنه من رمضان العام الفائت إلى هذه اللحظة ولدت لدينا ما يقرب من 34 مشكلة مماثلة. نعم. لعل أقصاها ما كان من تكفى يا سعد، ولعل آخرها ما كان من ليلة البارحة. صحيح. فأنا أقول بكل صراحة أن علينا
أن نبحث في نقد وتحليل للخطاب الديني الداخلي قبل أن نبحث عن أسوار القفص إلى أسوار الآخرين وإلى توريد مثل هذا الخطاب. شكرا لك أستاذ علي، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه المداخلة، وطبعا كان بد أنك تستمر معنا لكن أنت قلت أن وقتك قصير يعني، فشكرا لك يا أستاذ علي. تفضل أستاذ أحمد. كان أيضا أبي أرد بس على الدكتور، لا أحسن بصدد الرد، بصدد إضافة يعني لأنه هو تحدث عن مسألة الاستهداف الخارجي. الاستهداف الخارجي لم يكن سيحدث وينتج إرهابا لو لم يكن هناك مناطق رخوة استثمرها هذا الاستهداف الخارجي وأنتجت إرهابا. نعم. يمكن يغيب عنه، يغيب عن الناس كثير، آلاف الحسابات في موقع تويتر الحالي تستهدف المملكة العربية السعودية، صحيح، تعمل على تأجيج المشاعر الدينية وعسكرت هذه المشاعر. كل هذه الحسابات تدار من خارج المملكة وتستهدف الشباب السعودي، صحيح. الرماديين متطرفين، إذا جتهم مادة، إذا أتتهم المادة المناسبة لممارسة تطرفهم سيمارسوا التطرف إلى الماكسيمم، إلى الحد الأقصى. والرماديين هؤلاء أخطر المكونات الوعظية في المجتمع، وهم بيدهم الخطاب الوعظي في أكثر من موقع مؤثر وعلى تماس مباشر مع فئة سنية خطيرة جدا. نعم. وهم هذه الفئة السنية اللي نتكلم. نعم. أستاذ أحمد، معي أيضا معنا من جدة مباشرة الدكتورة زهرة المعبي، المستشار الأسري في مركز عين اليقين. مرحبا بك معنا دكتورة. وكان حديثنا حقيقة في كثير من جوانبه يدور حول الأسرة، لأن الجريمة البشعة حدثت حقيقة مسرح، وكان أيضا في محيط الأسرة. نريد أن نسمع رأيك أنت في كيف وقع هذه الجريمة على 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 على, على الدكتورة زهرة. كيف تصفين يعني بشاعة المشهد، كيف تفهمينه يعني أبعاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني حقيقة أنا أرحب بضيوفك الكرام، وأرحب بحضرتك، وأرحب بالقناة الجميلة الرائعة اللي هي فعلا يعني وضعت على عاتقها رسالة هذه المادة وهذه المعاناة اللي كلنا بنشعر بها. يعني الأمهات الآباء الآن كلهم في حالة ذهول، ما يخفاكم هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك إنه نحن من أول أمس إلى اليوم يعني فعلا عندنا الواتس مشتعل، التويتر مشتعل، كل وسائل السوشيال ميديا مشتعلة، والناس كلها طبعا بدأت تتخبط فيما بينها، وبدأوا كمان يقلبوا أشياء كثيرة من الماضي زي المنظر هذا اللي أمامنا. يعني حاجات توجع قلبنا. أنا يعني أنا ما أعرف، أنا ما أقدر أقول لكم ولا أقول لكم الصورة، يعني صورة أم في 63 من عمرها وابنها أو أبنائها دول في 18 من عمرهم، هي الآن يعني ربت، هي خلفتهم، هي كبيرة وربتهم يعني أكيد أحسنت تربيتهم، وما يدرينا إنها يعني تعبت كثير وعانت علشان تنشئهم. وكل أم وكل أب لابد إنهم يعني بيظهروا أمامنا بهذا المظهر وأكثر من ذلك. لكن الآن إحنا في يعني في حوار نبغى نرمي الكورة على من المخطئ. ناس يقولوا من الداخل، وناس يقولوا ناس من الخارج، وناس يقولوا من الداخل والخارج، وناس يقولوا التقنية الحديثة، ناس يقولوا الرفاهية، واللي دل على ذلك كمان وجود التصوير البيت اللي هم كانوا فيه شيء من الرفاهية. ناس بتقول البعد عن الدين، ناس تقول عدم وجود القدوة السليمة الصالحة. وأنا أول كلمة هذه أقولها عدم وجود القدوة كأب داخل البيت. نعم دكتورة. أنا عندي رسالة. دكتورة. أنا عندي رسالة. دكتورة اسمحي لي أن نقف عند أيضا أثر الآن أو حالة الآن، يعني حالة القلق الآن التي تنتاب الأب والأم في الأسرة،
ليست حالة الخوف فقط، الخوف على الأبناء، نعم. الخوف من الأبناء، القلق من انتشار هذه الظاهرة، يعني ما الذي يمكن، نعم أريد أن تقف عند هذه النقطة. الخوف من انتشار هذه الظاهرة، لأن أصبح الأبناء ما عاد صرنا نشعر بمشاعر ما نعرف نصدق مين ونكذب مين، إيش هي الأعراض اللي بتظهر عليهم ما بنعرف، يعني في بعض منهم يظهر على شكل عنف، في بعض منهم ما بيظهر عليه أي نوع من أنواع السلوكيات. أجي يعني أنا بعض كثير من الأمهات الآن، يعني أنا جوالي على الساخن له أكثر من 48 ساعة، يعني أسئلة بتجيني، الكل بيسأل، إن كان يعني آباء وأمهات غير الواتس، والكل بيقول أشيري علينا. دكتورة ماذا يقولنا، ماذا يقولنا الأمهات، ماذا يسألونك عن ماذا، ما الذي الآن يعشنه من هذه الحادثة الآن؟ تقول أنا كيف أنا أحط ولدي قدام عيني وأعرف إيش فيه، إيش في جوة مخه وتفكيره، أنا أبغى أعرف يفكر في إيه، ساكت ليه، بيدخل ويخرج، بيتكلم مع مين، بيتواصل مع مين، وهو جالس على الجهاز اللي في يده، الجهاز سواء كان جوال أو كمبيوتر بيتكلم مع مين، بيتواصل مع مين. عشان كده أنا هنا عندي نقطة هامة ورسالة لكل الآباء والأمهات، أتعلموا التقنية الحديثة، لا يجيني أبو ولا تجيني أم وتقول أنا ما أعرف أشتغل على الجوال ولا على الكمبيوتر، أتعلموا، عشان أنتوا لما تتعلموا تقدروا تستطيعوا أنكم تفكوا كثير من الرموز اللي موجودة في نفسيات أولادكم. أم بتقول جاني واتس بتقول الولد نام ونعس والجوال في يده، وهي بدأت تقرأ تقرأ تقرأ، قرأت أشياء كثيرة، يعني عن وفعلا يعني تأكدت إنه ابنها من هذه الفئة، فبتقول يعني أنا أعمل إيه، أنا ماني عارفة أنا أسوي. لما جيت واجهته قال لها أيوة وإنتي كافرة ومش عارفة مين أبويا كافر، وما بدأت يعني كأنهم بيعلموهم الوقاحة والتحدث مع الكبار بالبعد عن الأخلاق وعن المثاليات وعن الأدب، يعني ما عاد صار عندهم كبيرهم الشخص اللي هو يقودهم. أنا تكلمت أكثر من مرة في أكثر من برنامج من برامجي اللي أنا عدة وأقدمها عن الإرهاب الإلكتروني. الإرهاب الإلكتروني هذا عن طريق الألعاب، ألعاب لعبة، يقول لك وي ولدي بيلعب. نعم أتفضل. نعم دكتورة، أنا أنتقل أتحول للدكتور فهد الشليمي، تأخرنا عليه كثيرا، معذرة دكتور فهد. لكن دكتور فهد يعني يتحدث ضيوفي هنا عن المغذي الرمادي، عن المغذي الرمادي هو الذي يلعب دورا كبيرا. صحيح، كل عمل إرهابي بالجندة وراء 4 أشخاص، هذا في الدائرة الأمنية، في واحد يتبنى العراب ماله، الثاني الذي يمول اللي يعطي فلوس، الثالث الناقل، الرابع حلقة الاتصال ما بين السعودية والبلد اللي هو رايح له. بالتالي مهم جدا، أنا كنت أتمنى أخوي مبارك، يعني أنتوا عندكم في الإخبارية ما شاء الله مساحة التعبير عالية، يعني ليش ما خليت الأستاذ يحيى يكمل؟ فعلا يعني إذا كانت المشكلة في إمام مسجد فخلونا نكون واضحين وصريحين، خليه يتكلم. الآن أنا اللي أتمنى أعرفه بعيدا عن عاطفة وبشاعة هذه الجريمة، أبي أعرف هال4 أشخاص. هنا مهم أن احنا نحاول إيجاد حلقة الاتصال مع هؤلاء الإرهابيين اللي قتلوا والدتهم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يقول لك مرات انت تعرفهم بلحن القول، يعني مثل ما تفضل الأخ طويان أحمد، فعلا يعني احنا اللي يتابع شبكات التواصل الاجتماعي ويجد تغريدات بعض الشخصيات، خلي يشوف تغريداته وقت أيام الربيع العربي، وخلي يشوف تغريداته الآن. هنا تقدر تحكم على الباك جراوند مال الشخص، وأيضا
الإعلام الإلكتروني أيضا إعلام التوعية. اسمح لي دكتور فهد، اسمح لي حتى طبيعة التوعية. اسمح لي في هذه النقطة يعني دكتور فهد، اسمح لي دكتور فهد سؤال. نوعي بنفس الأسلوب اللي يتم اسمح لي دكتور التجنيد الإلكتروني. اسمح لي دكتور فهد البرومو دكتور فهد اسمح لي نعم بنفس الرسالة ولكن رسالة مضادة. اسمح لي دكتور تفضل. فهمت أنا من سؤالك من إجابتك الآن أنه لدينا يعني ما يمكن أن يكون أحد الخطوات العلاجية الآن وهو موروث أو إرث، قصدي إرث من أيام الربيع العربي في مواقع التواصل، في مواقع يعني يجب أن نتخلص منه، يجب أن يكون أحد المطلوبات الآن من الرموز والأسماء المؤثرة أن تنظف فعلا أرشيفها من هذه الأشياء وأن تستبدلها فعلا بما يسهم في المعالجة. صحيح. بالإضافة يعني إحنا لازم نقفز أيضا قفزة، نتعامل مثل ما يتعاملون معنا. هم ترى أذكياء في الرسالة الإرهابية سواء اللي تبث من داعش أو حتى تبث من بريطانيا أو تبث حتى من العراق أو تبث حتى من طهران. ترى في رسائل تبث داعشية تبث من هذه الأماكن الأربعة، لكن في ترويج لها، وهذا الترويج يكون من خلال الإطار القانوني للدولة. عندكم يطلع واحد هو ما أخطأ، ولكن هو يوصل الحد الخطأ القانوني ويتراجع، هذا هو اللي يعطي المحفز. أنا أعتقد يعني إحنا محتاجين أيضا نكشف هؤلاء اللي تفضل فيهم الأخ طويان لما قال الجري أريا، المناطق الرمادية، هذا صحيح، وما لهم تسمية الأشباح علشان نكون يعني دقيقين أمنيا. أيضا الأهم أن احنا التوعية الإلكترونية من خلال نفس الأسلوب نفس العمر نفس المنهج ولكن برسالة معاكسة. كيف نعملها؟ أنا أعتقد التائبين الأول في مركز المناصحة يطلعون يعطونا خدمة في هذا الموضوع، يتحدث وتكون على شكل برومو. البرومو هو الإعلان الذي لا يتجاوز 30 ثانية، الإعلان الإعلامي اللي ما بين 30 إلى دقيقة. أنا أكد لك أن حتى المجتمع السعودي والمجتمع الخليجي يرفض ترى الإرهاب، لكن هناك بقايا لا زالت موجودة وسوف تظل موجودة، وبالتالي علينا أن نستمر في مكافحتها ومقاومتها. نعم. وهذا شيء موجود. نعم. هم انكسروا، والدليل على انكسارهم كانوا يقولون باقية وتتمدد، الآن أخزاها الله وتتقلص، وبالتالي نحن كسبنا الرهان وكسبنا المعركة. باقي هذه الذئاب المنفردة أو الناس اللي لسه عليها الآثار، وباقي العرابين اللي يتولون توجيههم، أنا أعتقد هذيلا موجودين. نعم. وراح يظلون موجودين عند العرابين كما تفضلت دكتور، قد يختفوا مرات. نعم. ويطلعوا، لكن أعتقد الجهات الأمنية. نعم. عارفة. نعم لكن دكتور. أنت تحتاج إلى دليل اتهام. نقف عند عند كلمة العربين. أنت ما عندك دليل اتهام ضد هذه. نعم. الأشخاص. اسمح لي دكتور فهد، عند العربين دكتور محمد، يعني عندما تحدث عن العربين يعني الذين يصنعون المعلومة والذين. نعم. يمررون المعلومة والذين يتعهدون هذا الشخص حتى يصبح جاهزا لهذا العمل. كيف تمرر هذه المعلومات؟ نعم. كيف تعد يعني؟ طبعا أنا بحكم تخصصي النفسي والتربوي يعني بأجاوب على الشق من هذا السؤال. في جزء من التعلم عندنا اللي هو الأساسي زي ما ذكرت أنا قبل شوي، الموديلينج ليرنينج. بعض الأبناء والبنات والناس يضعون لهم نماذج خاطئة موجودة في المجتمع، يترك الرسول ويترك الصحابة والسلف الصالح الكريم، وهذا أفضل نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويروح يتبع لك واحد يدل بطريق خاطئ، فبالتالي لما يتبعه يصير يتعلم منه، هو وضع له نموذج. وأقوى نوع من أنواع التعلم، طبعا عندنا عدد كثير من أساليب التعلم احنا ندرسها، اللي هو التعلم بالنمذجة اللي يسمى observation learning أو modeling learning. فيصير يتعلم، لما هو يضع نفسه نموذج هذاك لهذا الشخص يصير يقلده ويطلب منه أي شيء يبغاه يسويه، لأن هذا يعتبر بالنسبة له نموذج. فبالتالي هذاك بمجرد ما أنه استطاع أن يقنع الشخص الذي يقلده بنفسه بأنه نموذج، يستطيع أن يقنع بأي شيء عن طريق مثلا إعادة التنظيم المعرفي، عن شيء نسميه ري إديوكيشن اللي هو إعادة التنظيم وإعادة التعليم من خلال بث الرسائل المعرفية الخاطئة. عندي تقرير بس بأخذ الآن أيضا من نضيفي هنا بشكل سريع، تفضل أستاذ أحمد. في نفس النقطة دي يعني تمرير المعلومة ليس سهلا يعني لك تمرير المعلومة وبناء المعلومة، يعني أين تبنى؟ كيف تمرر؟
يعني. تبنى المعلومة من أشخاص متمكنين جدا في المنطقة الرمادية تتوقع؟ في المنطقة الرمادية بلا شك. وأيضا يجب أن نعرف أنه في جماعات إسلام سياسي يجب أن لا نستثنيها من هذه القصة كاملة. المسألة ليست داعش كاسم وليست القاعدة كاسم. بكرة ستأتيك 10 أسماء ثانية. التطرف هو تطرف له درجات وله تدرج. يبدأ التدرج هذا من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى للتطرف هي تحويل الرسالة الدينية التعبدية إلى رسالة سياسية ذات أهداف ومطامع معينة ومحددة، يعني في أجندة سياسية. يدخل هذا الشخص إلى هذه الدائرة، من ثم يتحول أو يحول المنهج هذا إلى طريقة عمل لتحقيق مآرب سياسية. هؤلاء يمارسون باختصار شديد جدا، يمارسون عمل استخباري ضد الدولة، هدفه النهائي إسقاط الدولة وقيام مشروع سياسي معين لمصلحة جماعات الإرهاب السياسي الديني التي يتبنى فكرة هؤلاء بعلمهم أو من دون علمهم. هناك أشخاص يجندون ويعملون لصالح الفكرة وهم لا يعلمون يصلحوا، هم يعملون لصالح من أو كيف أو لماذا. هؤلاء الأشخاص وأعتقد أنه استهدافهم لصغار السن جزء أساسي ومهم لتكوين فرق التحول. ما مصلحة هؤلاء من ضرب الأسرة؟ ما مصلحة هؤلاء من ضرب الأسرة؟ ضرب الأسرة؟ أي نعم. أهل الأسرة يعني إذا كانت الشهيدة الشهيدة هيلة العريني التي وقفت بحزم وبقوة أمام أبنائها وقامت بواجبها، قامت بواجبها الديني والأخلاقي والوطني وقالت لهم اجلسوا ولا لكم روحة ولا جاية، ويمكن كانت تبي تبلغ أو بلغت حد. نعم. هل في هذه النقطة نسألك دكتور؟ الأسرة هي أصلا. أنا سألك هذه النقطة يا دكتور يعني. بس في نقطة بسيطة. اتفضل اتفضل. يجب أن تفخر أسرة العريني، وهنا أنا أقول لهم أمام الشاشات التلفزيون، يجب أن تفخروا بموقف السيدة هيلة رحمها الله وغفر لها، وهي شهيدة الوطن، وما قامت به يثلج الصدر ويبيض الوجه. ويجب أن تفخروا. هؤلاء الاثنين الإرهابيين لا يمثلون أسرتكم، ويجب أن تكون كل الأسر بهذا المنهج يفكرون أنه إحنا لا نبي نبلغ، ونحن رجال الأمن ونساء الأمن في هذا البلد، وسنقف بوجه التكفيري والإرهابي بكل قوة وحزم. نعم جي. دكتور يعني لما لا يكون لدينا إنفوغرافيك أو لوحة إرشادية كاملة يعني عليها هذه الأدلة وهذه البراهين وهذه الملامع وهذه المؤشرات، يتداولها الناس، تصبح سهلة في أيدي الناس، تصل للأسر، تصل لل يعني المجتمعات الصغيرة، حتى في مناطق البعيدة التي قد لا يكون في متابعة الإعلام فيها مكثفة بشكل كبير يعني. صحيح. لما تصل مثل ما نعمل في المخدرات، مثل ما نعمل في أيضا السلوكات التي تتعلق بالتوجيه والإرشاد للطلاب في المدارس أو في برامج الإرشاد في الجامعات، لما لا نعملها؟ أحسنت، هذا هو اللي أريد أنا أوضحه حقيقة. لماذا تمرر هذه المعلومة؟ لعدم وجود التحصين الذاتي والشخصي لهؤلاء الشباب. ما هناك في إرشادات، ما هناك في توجيهات، ما هناك في أصلا توجيهات حتى للأسر. نحتاج إلى من يحصن هؤلاء الشباب، إلى من يحصن هؤلاء الأسر ويقدم لهم التوعية اللازمة حيال هذا الأمر قبل أن تمرر لهم المعلومات. حتى لو مررت سيقفون أمامها وضدها ويواجهون بكل الأسلحة. لماذا هم يستهدفون الأسرة؟ لأن الأسرة هي أساس المجتمع، فإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، فلذلك هم يريدون أن ينخروا هذا المجتمع من خلال هذه الأسرة. فلذلك لا بد من تضافر الجهود، يعني أن تكون هناك جهود على مستوى المؤسسات التربوية والإعلامية والاجتماعية وغيرها، في سبيل مثلا وجود مؤسسات متخصصة تقدم التوجيهات والإرشادات والتوعية لمن يحتاج، للأسر، للشباب. ينبغي يا أخي مبارك أن نفتح قلوبنا قبل أن نفتح أبوابنا لهؤلاء الشباب. يحتاجون إلى من يجلس معهم، لمن يحاورهم، لمن يناقشهم بشكل هادي، لمن يتعرف على احتياجاتهم، لمن يحل مشكلاتهم. هؤلاء الشباب هم من سيقود هذا المجتمع في المستقبل. إذا لم نجلس معهم نتحدث إليهم ونفتح قلوبنا لهم، سواء في المؤسسات الرياضية أو في المؤسسات الاجتماعية أو في المؤسسات التربوية، ينبغي أن نكون قدوة لطلابنا، ينبغي أن نكون قدوة لأبنائنا، حتى لا نخترق وحتى لا نكون
يعني صيدا سهل لهؤلاء الفكر الضال الذين يريدون أن يهدموا هذا المجتمع. زي ما قال هي عملية استخبارية. خليني أذكر بس فقط بشكل سريع لأنه هذه عملية استخبارية، ولا أتفق مع الأستاذ الدكتور علي حقيقة في أنها داخليا. لا، أيضا هناك في جهات استخبارية تريد أن تفسد عقيدة هذا البلد، وتريد أن وتوجه هذا الشيء للشباب لأنه هم الأساس. هو كان الحديث، كان الحديث عن المناطق كما تفضل الأستاذ أحمد، المناطق الرمادية والمناطق الرخوة كما كما عبر عنها، وهي قد تكون هي مناطق عبور ومنافذ دخول إلى 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 المجتمع. لا يعني إنه حنا في الداخل ما عندنا مشاكل. لا لدينا مشاكل. لدينا لكننا يجب أيضا نعود للنقطة الأولى التي ذكرها دكتور فهد الشريمي عندما قال لا تجلدوا أنفسكم. فعلا هؤلاء لا يمثل الشباب. هؤلاء ليسوا النموذج الحقيقي للشباب السعودي. نحن شبابنا الصورة صحيح. الحقيقة في الجامعات وفي الإنجازات وفي الإبداع والابتكار وفي البعثات وفي مدارسنا النموذجية، يعني الصورة الحقيقة للشاب السعودي ينجز مبارك. على الحد الجنوبي هو الشاب السعودي الحقيقي صراحة. أستاذ مبارك، مجتمعنا ولله الحمد بخير وخير عام على الجميع، وهذا شرذمة رجالنا، وهذه شرذمة لا تمثل ولله الحمد مجتمع. معي الأستاذ فهد الشكيران على الهاتف. أستاذ فهد الشكيران الكاتب السياسي المعروف، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة مع الحدث أستاذ فهد، وأيضا نسر جدا بمداخلة منك حول هذه الحادثة التي تأتي في سياق العمل الإرهابي بأبعادها السياسية، أبعادها التربوية، أبعادها يعني الدينية. نريد أن تتحدث في هذا البعد يعني. مرحبا بك بالضيوف الكرام. الحقيقة أنا شاهدت الفقرة الأخيرة من البرنامج، كان الحوار يسيطر عليه تقريبا الموضوع الداخلي والخارجي والإرهاب الداخلي والإرهاب الخارجي. الإرهاب هو معروف أنه من الجرائم العابرة للقارات والعابرة للحدود، وهو من الجرائم المركبة بمعنى أنه دائما له بعد داخلي وله بعد خارجي. صحيح. ولا شك أن هناك أيضا من يستفيد من الإرهاب منذ أيام الحرب في أفغانستان وإلى اليوم. هناك فوائد كبيرة لدول معروفة وبعضها غير معروف تستفيد وتصطاد في مثل هذه الحالات، وفي مثل دوائر الدماء هذه تستطيع أن تستثمر فيها. فالبعد الداخلي موجود والبعد الخارجي موجود، لكن الأهم بالنسبة لنا في تصوري على الأقل بحكم بما أعني بتخصصي هو الجانب الفكري أو الميداني الداخلي، لأنه الجوانب السياسية أو الاستخباراتية بالتأكيد أن الدولة على علم بها وهي تعالجها بطريقتها وهذه وظيفتها، لكن ما يهمنا ككتاب أو أكاديميين أو إلى ذلك يهمنا هو تسليط الضوء على الأسباب المسببات الداخلية في البيت، في المجتمع، في المؤسسات المدنية، في المؤسسات التعليمية، في النظم التي تطرح على مستوى الخطاب وعلى مستوى التلقين. لا شك أن هذا له دوره أيضا. وبالتالي فالجانب السياسي بالنسبة لموضوع الإرهاب هو جانب أكيد وأصيل موجود، لكن الدولة هي التي تعالجه بحرفيتها وبمعلوماتها التي تتوفر لها. بالتأكيد الدولة لديها أجهزتها وتستطيع أن تعلم أكيد بمراحل ما لا نعلم، ونجحت ولله الحمد. ونجحت بالتأكيد. وأنا دائما أقول أن الداخلية هي الفاعل الأبرز في مجال مكافحة الإرهاب الحقيقة، لا المؤسسات التعليمية ولا الكتابات ولا حتى أخفقنا في كثير من المسائل، وإن كان هناك جهود وهي ليست جهود مؤسسية. البعض يتحدث يقول ماذا فعلت الكتابات وماذا فعلت مثلا المسلسلات، هناك جهود فردية ليست مؤسسية. يعني مثلا الصديق الأستاذ أحمد يكتب في جريدة الجزيرة مثلا، والأستاذ فهد الشليمي والمختصين الذين بجوارك هم يكتبون، وأيضا نحن وغيرنا من الكتاب نكتب بمبادرات فردية. المؤسسة حين تتحول مكافحة الإرهاب إلى عمل مؤسسي بمعنى أن يكون له برامج وله استراتيجيات مكافحة الإرهاب فكرية نتحدث، حين نتحول إلى هذه الصيغة المدنية الفعالة نستطيع أن نحاسب الخطاب مثلا الفكري أو المقالات أو الكتابات. بالعكس، هؤلاء الكتاب قد يصلون إلى مراحل أحيانا من أنهم يعني يبذلون الغالي والنفيس حتى يصلون إلى الفكرة. يعني نجد مثلا
أو حتى الممثلين مثلا الأستاذ ناصر القصبي على سبيل المثال أو غيرهم من الكتاب الآخرين أو أنا هنا اسمح لي أستاذ فهد اعتذر المقاطعة يعني هل نحن بحاجة فعلا إلى إعادة صياغة استراتيجية التعامل مع هذه حقيقة الأعمال الإرهابية بحيث نعيد نسج العلاقة بين المسارات العلاجية يعني دور الأسرة نعم. دور الصحافة دور الجانب الأمني نعم. هذه الأدوار هل نحن بحاجة فعلا إلى إعادة صياغة العلاقة بشكل يتلائم مع مستجدات الأحداث الآن يعني بشكل استراتيجي بلا شك. يعني بلا شك يعني الموضوع الإرهاب دائما هو متطور يعني الإرهاب ليس شكلا ثابتا بمعنى أنك تستطيع أن تتنبأ بسلوكه أو بما سيفعله هو ليس حالة مثلا مافيوية محددة أو حالة ذات نعم. بعد نعم. مثلا تجاري أو إلى آخره من العمل العصابات وسواه لا هو متجدد تبع كل ما جددت أساليبك في مكافحته جددت أساليبه في سبيل اختراقها نعم. وبالتالي أنت أمام تحدي دائم لابد أن تجد صحيح أنا أريد أن أختم معك أستاذ فهد أريد أن أختم معك لكني الأستاذ الدكتور فهد الشليمي طرح أشار إلى نقطة معينة كان عندنا إرث تويتري إذا صح التعبير ما زال أيضا يعيد فعلا النبش من جديد هو صنع في فترة من الفترات لظروف معينة فيجب فعلا مثل ما نتخلص الآن من المؤلف أو نبتعد عن المؤلف الذي يعيد إحياء فكر لم يعد مناسبا أيضا ما زال هناك عندنا في مناطق التواصل الاجتماعي رصيد يجب فعلا أن نعيد تنقيحه وأن نعيد صياغته وأن ننقيه فعلا أو نستبعده من 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 التدخل في أفكارنا يعني. يعني هي الفترة اللي تحدث عنها الدكتور هي فترة الربيع العربي وكان الناس بالتأكيد كانت هناك موجة حماس كبيرة جدا وانجرف الناس في تيارات نسميه دائما الربيع الأصولي وكتبت أنا في ذروته سميته ربيع تنظيم القاعدة بمعنى أن هناك كان غيبوبة وكان هناك خطاب عاطفي مسيطر مهيمن بمعنى أن هناك أحلام حول الديمقراطية ورومانسية التغيير وإسقاط العروج وإزهاق الجيوش وإلى آخره لكن فعلا الوسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الرموز الذين لديهم عشرات الملايين لم يؤدوا أدوار حقيقية تليق أو توازي الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية تجاه مكافحة الإرهاب الانشغال البسيط الانشغال بأمور أحيانا ثانوية لديهم أكبر بكثير من انشغالهم بمسائل ذات بعد أمن قومي يتعلق بالسعودية وبفاجعة مثل ما تحدثت الدكتورة تقول أن هناك مجموعة من الآباء والأمهات يتصلون فجأة يعني الناس بدأت تسأل هل هذا معقول؟ يعني بمعنى ما أن هناك ما هو فوق قدرة الإنسان على التصديق وصلنا إلى مرحلة لابد أن نباشر فعلا وعلى مستوى رسمي عالي على نباشر مكافحة الإرهاب بطرق جديدة بطرق مختلفة بفضاء كامل وبدون خجل أو بدون توجس شكرا جزيلا لك الأستاذ فهد شكيران الكاتب والسياسي كان معنا مباشرة كان معنا عبر الهاتف من دبي شكرا جزيلا لك أيضا انتقل الآن إلى الدكتورة زهرة دكتورة يعني أنا فهمت من حديثك السابق أن ثمة فجوة بين الآباء والأبناء ما زالت إلى الآن هذه الفجوة وربما تكون هي أحد المسارات التي يخترق منها التكوين الأسري وأيضا يستهدف أبناؤنا من هذه الفجوة الدور الآن في ردم هذه الفجوة الآن أولا أقول بالله التوفيق أنه فعلا هذه الفجوة موجودة وقد لمسوها المسؤولين والقادة الكبار وبناء عليه فقد تم العمل في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنشر مادة اسمها نشر ثقافة الحوار الأسري بين المدربين والمدربات ونحن بالمثل أنا كنت إحدى المتدربات وأنا أصبحت الآن مدربة وبأدرب فيها لكن أنا اللي كان لرسالتي لعام 37 هي نشر ثقافة الحوار الأسري بين مدن المملكة كلها
واعتبرتها رؤية ورسالة بالنسبة لي. لكن الآن وفي بعد المواءمة الجميلة الرائعة للنقلة الرائعة في رؤية المملكة 2030، أنا نقلت من عام 37 إلى 2037 عربي، من 20 اللي هو 16 يعني 2030، إني أنا أنشر فعلا أنا ومثيلاتي ومثلايا كلنا ننشر ثقافة الحوار الأسري بين أفراد الأسرة. واللي اكتشفته للأسف الشديد كل ما بعمل دورة في كل مدينة من مدن المملكة أجد فجوة كبيرة بين الزوجات والأزواج، بين الأمهات والأبناء، بين الأبناء وآبائهم. عشان كده أنا أقول احتوا أبنائكم، ضموهم على قلوبكم، أسمعوهم، خدوهم معاكم في كل مكان، طبطبوا عليهم، اتقربوا منهم، صادقوهم، ونمشي على المثل اللي أهلينا ربونا عليه، إن كبر ولدك خاوي، ما في أصدق من هذا المثل. معناته إيه؟ معناته هذه الفجوة نستطيع ساعتها إننا نردمها، بدل كل ولد مشغول في عالم آخر، العالم الوهمي الافتراضي، عالم يجي وحفيدي عمره 6 سنين يجي يسأل أمه يا ماما أنا ممكن ألعب مع صاحبي، من ده صاحبه؟ صاحبه هذا عمره 30 سنة، ممكن يكون 40 سنة وهو يتصاحب معاه، لأنهم هم اللي بيصاحبوهم وبيدخلوا معاهم في الألعاب وفي الإرهاب الإلكتروني، ناس كبار محترفين إرهاب. عشان كده بيدخلوا يتفننوا في إنهم يدخلوا في عقليات أبنائنا، هو مو خلل في العقل إنما في القلب، ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسد الجسد كله. واضح لك يا دكتورة، لكن دعني أتحول لضيوفي هنا في الاستوديو. هل نحن بحاجة إلى حملة يعني تحث أي حقيقة شعار معين يستهدف الأسرة يستهدف العلاقة الأب يعني تحتاج إلى حملات تنبه كذا لأبنائك؟ أنا ضد الحملات. أنا ضد الحملات. نعم. ماذا جنينا من الحملات التي نرى في الإعلام كل يوم لوجو وحملة، حملة فطن، حملة تبيان، مع احترامي الكامل لمن يقومون عليها ولجهدهم المقدر ولأنيتهم الصافية أيضا، ولكن أصبحت فرصة للرماديين ليخرجوا على هذه المنابر ويتحدثون أو حتى يمتدحون ما يأتي من خلالها من عمل تنظيري ليس له وجود على الأرض وغير قابل للتنفيذ. هل تتفقوا معي دكتور؟ وجهة نظري بشكل سريع، الوقت بشكل سريع. انا ادري احنا عندنا شيء مهم في التربيه وفي السلوك، ما ادري ذكرته قبل شوي ولا لا، اسمه the repetition is the mother of skills، التكرار ام المهارات. يعني واحد مثلا قلت له مثلا ليش ما قلت لابنك لا تكذب؟ يقول قلت له لا، مو ما تقول له مره، تقول له مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، تكرر عليه وتنوع الوسائل، مره مواقع التواصل الاجتماعي، مره بالانترنت، مره بالتلفزيون. ليه؟ لان عمليه التكرار حتكون عندهم مناعه قويه. فانا ارى يعني وجهه نظري، وكل واحد يعني له وجهه نظر، ان الحملات وتضافر الجهود ووسائل الاعلام وخطباء المساجد والمعلمين والمعلمات وايضا المربين والمربات والمربيات وايضا الصحف وايضا المقالات وايضا حنا اعضاء التدريس في الجامعات واعضاء التدريس، كلنا لازم نتضافر. صحيح. ولازم نعيد. يعني مثلا لو قلنا خطباء المساجد تكلموا عن الإرهاب، يجيني واحد يقول طب تكلمنا قبل أسبوعين. لا يا أخي، لازم على طول. يا أخي في دعايات المنتجات معينة نعرفها من حنا صغار بدون ذكر اسم، دائما تسوي دعاية وحنا عارفينها. ليش؟ أساس الأجيال والأجيال يقتنعوا بهذا المنتج. هذه أشياء معرفية. إيش رأي دكتور عبد الله؟ أنا بلا شك أنا ما أتفق مع الأستاذ. يعني قضية ترى أنه ممكن التوعية ضرورية جدا، لكن أنا يعني أريد أن تكون التوعية بشكل جديد، بشكل يعني يستفاد من حقيقة ومختلف ومواكب للعصر ويستخدم في وسائل التقنية. هذا أعتقد أنه ضرورة يعني. بالإضافة لأن حقيقة ما نريد أن نكون دائما ردة فعل يعني مع الحدث، زي اليوم جينا واجتمعنا على أساس الحدث اللي صار. لا، نبغى تكون عندنا رسائل موجهة وعندنا برامج حقيقة متميزة حتى نستطيع فعلا وقاية هذا المجتمع. أعتقد لابد من مراجعة طريقة الأسلوب في التدريس في مدارسنا وفي الجامعات. أعتقد لابد من مراجعة الأسرة لأساليبها التربوية مع أبنائها. أعتقد نحتاج إلى برامج
للشباب تحميهم من هذه الأفكار، نحتاج إلى أن نجلس مع هؤلاء الشباب ونستمع منهم. جميل، أنا تأخذت دكتور فهد الشليمي الوقت انتهى بس بشكل سريع. اي نعم، أنا قلت أنا ضد الحملات، لكني ماني بضد الرسالة الذكية التي تحمل. إذا لابد أن نراجع أساليبنا، لا تكون رسالة نراجع أساليبنا وأدواتنا، لأن الرسالة المباشرة تنتهي، الرسالة غير المباشرة هي التي تستقر في اللاوعي. إذا عدد صياغة الأساليب، عدد صياغة الأدوات التي نستخدمها، عدد يعني آليات هذه التوعية، لغة الحوار والنقاش. اسمح لي أنتقل دكتور فهد الشليمي، نختم معه. دكتور فهد، يعني أيضا من الـ الأشياء التي أو التساؤلات، أنه ما زال الباحث والمحلل لهذه القضايا في المراكز الأكاديمية، مراكز البحوث، لا يتواكب مع ما يقوم به رجل الأمن بشكل جيد. يعني نحن إلى الآن أساليبنا في المعالجات ما زالت يعني بعيدة عن الأشياء العلمية، يعني المؤسسات العلمية لم تقم بدورها. ما رأيك في هذا الكلام؟ والله شوف، أنا أعتقد في مقاومة الإرهاب، وهذه بس خليني أطلع بس دقيقة عن ما موضوعك. أنا أعتقد رسالتي للمواطن السعودي والمواطنة السعودية، يا جماعة أنتوا بلدكم مستهدف، الحرب على الإرهاب فرض على كل مواطن سعودي وسعودية، على كل خليجي، على كل عربي، على كل إنسان. الحرب على الإرهاب فرض عقائدي، ويجب أن ننتصر في هذه الحرب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من المهم جدا أن احنا نطور أسلوبنا، يعني أئمة المساجد، يعني خلونا نحاول نعرف وين صار الأماكن الرخوة. أيضا المدرسة نضع منهج شوية ينور الناس، والمنزل، الجريمة حدثت في المنزل لأن ربة المنزل كانت وطنية ومنعتهم، وهذه أقصى درجات الوقاية. نحن وصلنا إلى الوقاية داخل الأسرة وصار هناك مقاومة داخل الأسرة، ما خلتهم يروحون. أعتقد الله يرحمها قالت إما راح أبلغ عليكم أو أنا راح أخفي جوازاتكم أو شغلة من هذا الكلام، التحقيق راح يبين. لكن النجاح في الحرب على الإرهاب هو فرض على كل سعودي وسعودية، مش على كيفك، فرض. لازم ننتصر في هذه المعركة في الخليج وفي العرب، لأنها معركة نعم. نحن مستهدفين فيها وديننا مستهدف. دكتور فهد، أنا أعتذر منك. دكتور فهد، والله انتهى وقت البرنامج. كل الخبرات أعتذر منك دكتور فهد، وأعتذر أيضا من الدكتورة زارة، كان بودي أن أختم معها لكن انتهى وقت البرنامج. إذا أشكركما، دكتور فهد الشليمي كان معنا مباشرة من الكويت، وأيضا الدكتورة زهرة المعبي المستشار الأسري في مركز عين اليقين كانت أيضا معنا من جدة. دكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة، شكرا لكما، وشكرا أيضا لضيوفي هنا في استوديو البرنامج، الدكتور عبد الله الرشود عميد مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام وأستاذ الخدمة الاجتماعية، شكرا لك دكتور. شكرا لك. أيضا شكرا للأستاذ أحمد الطويان الكاتب بصحيفة الجزيرة، شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا على هذه الآراء الجريئة حقيقة والطرح تميز. شكرا لك أيضا الدكتور الدكتور محمد حقيقة بن مترك أستاذ علم النفس، كنت معنا أيضا في هذه الحلقة مع الحدث، كان حديثا ثريا. شكرا لكم ضيوفي، شكرا أيضا الذين كانوا معنا في اتصالات هاتفية، ونودعكم ونترككم مع هذا التقرير، في أمان الله. منذ أحداث تفجيرات مجمع المحية في الرياض عام 2003 وحتى يومنا هذا، نجح الأمن السعودي في إحباط العديد من المخططات الإرهابية واعتقال المتورطين فيها من خلال تنفيذ ضربات استباقية مفاجئة للخلايا الإرهابية داخل أوكارها ومنعها من تنفيذ أي عمل إرهابي. كما سجل رجال الأمن إنجازا آخر تمثل في التصدي للمتعاطفين والموالين للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، حيث تم تقصيهم والقبض على الكثير منهم. تلك الضربات الاستباقية التي تعد من أصعب العمليات الأمنية نجحت في تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، ما دفعها للبحث عن طرق إجرامية جديدة وبثها في عقول المتعاطفين معهم لتنفيذ عمليات إرهابية انفرادية يقوم بها شخص أو أكثر دون أوامر أو مساعدة خارجية أو ارتباط بأي تنظيم. هذا النوع الجديد من الفكر الضلالي الذي أطلق عليه اسم عمليات الذئاب المنفردة
يبيح لمعتنقيه تكفير أقاربهم وقتلهم وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم دون رحمة أو معنى إنساني حتى لو كانوا الوالدين. وقد أكدت وزارة الداخلية على لسان متحدثها أن المملكة ماضية وبكل حزم في تعقب وملاحقة أصحاب الفكر الضال داخل المملكة والقضاء عليهم، متسلحة بعون من الله وبما تملكه من خبرة وقدرة.